السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم عاوتاني عند خالتي زبيده. بس كلهم ولاو كيعرفوني من بعد. السلام عليكم، اهلا وسهلا مرحبا. المهم اللي ما عندي لكم الشوربه ولا لا سوب ولا فولوتي، المهم هادو بجوج يمكن لكم صوبه باش نصوبها. غنصوبها بالقرعه الحمراء، تي اليقطين، هذا اليقطين. انا دونك انتم عارفين الفوائد ديالو بزاف، وانا من المحبين ديال هاد الخضراء هادي. دونك غنديروها هذه تقريبا نص كيلو ديال اليقطين ولا القرعه الحمراء. غنديرها هنايا، عندي نص لتر ديال الماء. دونك غنديرها تسلق سهله مهنه، ما فيهاش مواد كثيره. عندي هنا بصله، الا ما عندكش الا عندك البوارو من الاحسن، ما كاينش كنديروا البصله. المهم غنديروا بصله، البصله هي اللي هذا ما غسلتها، حيت غير هاد الجناب فوالا صافي. وكتقطعها طريفات كيما قطعتيها، لان كلشي كيتسلق كلشي غيطيب. فغنقطعها، انا قلت لكم كتجي روعه هاد هادي. وكياكلوها الدراري كيما كيعرفوها شنو هي، كتجي بحال فولوتي، كتجي خفيفه وزوينه. ما كيعرفوهاش الدراري شنو هي، فكي كتعجبهم كياكلوها. يعني الا شفوا القرعه ما غاديش تعجبهم، ما غياكلوهاش. ولا درتيها لهم بحال هكا غادي ياكلوها، اكيد انا متاكده انهم غادي ياكلوها غتعجبهم. المهم عندي بصله غير صغيره، وعندي البطاطا وحده، البطاطا حتى هي صغيره، بطاطس صغيره، بوم دو تير حتى هي غير صغيره، حتى هي كنقطعها غير هكا على ربعه ولا. المهم انا كنقطعها باش كنديرها باش كلشي كندير يتسلق فهمتي في الماء، نديرو في الماء فوالا. دونك هادي هي الصوبه، هادشي اللي غيكون. عندي شويه الملح صافي، عندي تيشي شي هجبر، عندي غير الملح اي فوالا. وغنديرها فوق النار تسلق حتى تولي فريمون تطيب مزيان، من بعد نقول لكم شنو غندير فيها. السوبا ديالي هي طابت، القرعه والبطاطا اللي قلنا هي طابت، ولات طايبه مزيان باش تطحنها مزيان. وخصنا نطحنها وهي سخونه، غنطحنها. غندير القرعه والبطاطا والبصله، الخليط ديالي اللي درت انتي اللي درت يتسلق ليا. كتجي زوينه داك الساعه، هانتوما كديروا الملحه على حسب الذوق ديالكم انتي، كل واحد الذوق ديالو ديال الملحه. هنا ندير تقريبا كلشي، باش نطحنها كاملة. اي فوالا بون. غادي ندير هنايا، عندي جوج مربعات الفرماج، اما المربعات واما المثلثات، داكشي اللي عندكم واللي متوفر. هنايا عندي لا كريم فريش، عندي القشرة الطرية، عندكم قشرة طرية اهلا سهلا. ما عندكم شي كدير كاس ديال الحليب، المهم تا هذا. وهذه راه ما غالياش 8 درهم، كدير تقريبا 8 درهم، فما غالياش في المكون الجميع تقريبا. انا كنقول لكم ما كاينش كويس ديال الحليب صافي. هذا هذا هو المقادير اللي غنديروا في هذه الصوبه هذه، وغنطيب كل شيء رائع ان شاء الله. الصوبه ديالي طحنتها، انتما كيجات فولوتي رائعه. شو كيجات، جات الروعه. وانا كنقول لكم راها كتجي رائعه رائعه جدا، ما نقولش زعما راه في الحقيقه كتجي زوينه مع تميرات. وهانتوما ها الصوبه ديالكم زوينه، هانتوما نوريكم الخريب. ها هي شو كيجات، جات رائعه. شتي كي كتجي بحال الكريم، ها هي فولوتي
جات روعه لا سوب لا بلوتي ديال القرعه الحمراء.